السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. احنا النهارده معانا حلقه جديده من سلسله كود على المكشوف. احنا في السلسله دي عملنا ايه باختصار كده؟ تعالوا نتكلم مع بعض. احنا بدانا اول مره عملنا السكالا مافن بروجكت وازاي نبلد البروجكت بتاعنا. بعد كده عرفنا ازاي نضيف الستاتيك اناليسيس تول. بعد كده عملنا كونفيجر للمافن سايب بروجكت عشان الريبورتنج. بعد كده شرحنا ازاي نلمنت البويلر بليت وازاي نعمل بيرنت وتشايلد بروجكت. والمره اللي فاتت شرحنا المافن ريليز استراتيجي. طيب المره اللي فاتت اخر حاجه وصلنا لها كانت ايه؟ ان احنا كنا بنقدر نعمل كل الريليز فروم لوكال من الكوماند لاين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنتعلم حاجه جديده، وان احنا ناخد المافن ريليز اللي احنا الاستراتيجي اللي احنا عملناها واللي احنا صممناها المره اللي فاتت وطبقناها كلها من اللوكال نطبقها على الجيت هاب اكشنز. يلا بينا. طيب انا هفتح البروجكت اللي هو السكالا ستارتر بيرنت. حلو. طيب احنا ايه اول حاجه المفروض نبدا نعملها عشان نروح خطوات السكالا المافن جيت هاب اكشن؟ تعال نشوف كده الخطوات عندنا هنا. احنا حاطين هنا ان جنرال البرزنتيشن قايلين ايه؟ احنا هنضيف البيلد دوت يامل، ده اللي هو الفايل اللي فيه كونفيجريشن بتاعت الورك فلو بتاعنا اللي هنعمله عشان اوتوميت البيلد بتاعنا. خلينا نسميه ورك فلو ديسكريبتور، يعني ده هيشرح الورك فلو بتاعنا هيبقى عامل شكله ازاي. السينتكس دوت مخصص للجيت هاب اكشن بس، يعني مش هشتغل على حاجه تانية، ولكن السينتكس بسيط جدا ومفهوم وهنشرحه دلوقتي بالتفصيل حته حته. يبقى هنبدا دلوقتي نكريت الفولدر. طيب هنروح عند الشيل وهنعمل ايه في الشيل؟ هنكريت ايه في الشيل؟ هنكريت فولدر اسمه جيت دوت جيت هاب دوت عشان يبقى هيدن، يعني ده كونفنشن. هنروح نعمل ام كي داير. اوكي كريت فولدر داش بي داش بي وهنسميه ايه؟ دوت جيت هاب دوت جيت هاب سلاش ورك فلوز سلاش سلاش ورك فلوز، مش فلو، تفرق على فكره. تمام. احنا دلوقتي لو عملنا الاس المفروض دلوقتي سوري ال احنا كده هنشوف هنا في عندنا ايه؟ دوت جيت هاب. طيب تعالى نروح جوه الفولدر دوت جيت هاب دوت جيت هاب، ماشي، ونعمل ونطلع فوق كده وندوس ال او ال اس، هلاقينا فولدر اللي هو الورك فلوز. هنخش على الورك فلوز ورك فلوز وهنسمي الفايل ايه؟ هنسمي الفايل احنا كنا في البرزنتيشن عاملين بيلد تو اكس ام ال، لان دوت هيبقى فيه البيلد سكريبتور بتاعك اللي هو بيشرح ازاي هنبيلد البروجكت. بس الكونفنشن الاحلى ان احنا نسمي الديسكريبتور دوت باسم الورك فلو اللي احنا هنطبقه. احنا المره اللي فاتت شرحنا تو ورك فلوز، اللي سناب في الحلقه اللي فاتت السناب شوت ورك فلو اللي بيطلع سناب شوتس، والورك فلو تاني الريليز ورك فلو اللي هو بيريليز الارتيفاكت للباكجز بتاعت الجيت هاب او الريبوزيتوري بتاعتك. فاحنا هنبدا دلوقتي بالايه؟ بالسناب شوت ورك فلو. يبقى هنسميه سناب شوت دوت يامل. طيب هنقول حاجه كده برضو واحنا بنكريت ده سناب شوت دوت يامل، ان الاستراتيجي اللي هنتبعها واحنا بنكريت السناب شوت والريليز ان احنا هنكريت برانشز، ان احنا مش هنطلع كل حاجه برانش واحد، صح؟ هو الفكره كالاتي، احنا هيكون عندنا دلوقتي تو برانشز او هنقسم شغلنا على تو برانشز، الماستر برانش والديفلوب برانش. تمام. الديفلوب برانش هو مسؤول عن ريليزنج السناب شوتس، والماستر برانش هيبقى مسؤول عن ريليزنج الريليزز نفسها. تمام. فاحنا دلوقتي شغالين على ايه؟ احنا دلوقتي شغالين على سناب شوتس، يبقى احنا المفروض نشتغل على الديفلوب برانش. تعالى المفروض نروح نكريته عادي، ممكن نكريته دلوقتي من التيرمينال الديفلوب برانش. يبقى okay. اعمل جيت تشيك اوت داش بي داش بي بي برانش. اوكي. واسم الديفلوب ديفلوب. تمام. بس كده. فدوت هيعمل ايه؟ ده هيموفك من الماستر برانش للديفلوب برانش، وهيكرييته لو هو مش موجود، وهو مش موجود عندنا فهو حصل له اوتو كرييشن، وهياخد التشنجز بتاعتك اللي هي انكوميتد تبقى موجوده عندك فين؟ في البرانش اللي احنا لسه عاملين له كرييت. طيب تمام. يبقى احنا دلوقتي كل بوش على المفروض اللي احنا هنبنيه دلوقتي، كل بوش على الديفلوب برانش ده يحصل لها ايه؟
يحصل لها الاول يتشيك اوت الكود في الـ في الـ في السي اي سي دي تول بتاعتنا اللي هي الجيت هاب اكشن، تمام، وبعد كده يبيلد الكود وبعد كده يديبلويه في الباكجز. تعال نبدا ايه خطوه خطوه. طيب في اول حاجه قبل ما نبدا نتكلم على اليامل، الجيت هاب دوكيومنتيشنز هي مش غنيه بالشكل الكامل بس هي فيها امثله كتير، فالسينتاكس بتاع اليامل ده انت ممكن، انا نفسي مش حافظه يعني، بس انت في الاول بتبقى بتعرفه وبعد كده تعود عليه، يعني هو ليه شكل ستاندرد، يعني ستاندرد هتاخده وتكمل عليه بعد كده، ولو اتزنقت في حاجه هتخش على جيت هاب اكشنز دوكيومنتيشن، هي جميله جدا وفيها امثله يعني كافيه بشكل ما يعني. تمام تمام نبدا بقى نعمل ايه، نسمي طبعا ال 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 طيب. نسمي ال الديسكريبتور بتاعنا سناب شوت. اوكي بعد كده هنحدد الكونديشن اللي بناء عليه اللي يحصل تريجر للورك فلو دهوت. فاحنا هيحصل ايه، هنعمل ايه، اون بوش برانشز ديفلوب. طيب اون ماشي، احنا المفروض الستاندرد هنا ناخد مسافتين بوش صح، اون بوش اهو كولوم كولوم برضو، بعد كده ناخد برضو برانشز مسافتين برانشز ماشي، هو هنقول له ديفلوب. في خدوا بالكم في نقطه، في نقطه تانية، هو ده طبعا بيرفكت ما فيهوش اي مشكله، انا بس هكتب لكم سينتاكس تاني من باب برضو العلم بالشيء، انك انت ممكن تعمل اون وتعمل كده وتكتب بوش، ده صح. برضو ستيل فاليد سينتاكس، ما فيش اي فرق بين الاثنين، بس دي ان جنرال لكل البرانشز، لكن هنا هوت انت كده حددتها لبرانش بعينه. وخدوا بالكم طالما هنا في اري يبقى ده معناه بياخد اكتر من فاليو، فمثلا احنا عندنا هنا بوش ممكن نقول له كمان مثلا بول ريكوست، بالظبط ريكوست، بس احنا ايه مش هنتطرق لدي، احنا بس بنديها لكم عشان يعني بنديك زي بنفتح مخك لكل الايديز اللي انت ممكن تنفذها في البيلد ديسكريبتور بتاعك. تمام تمام طيب احنا بعد ما نعمل ديفلوب هنحدد الجوبس بقى. طيب الاول هي جوبس في الـ في الـ في الـ في جيت هاب اكشنز دي ماشيه بنفس الكونسيبت بتاع الدوكر صح؟ هي اون توب اوف دوكر، يعني كل الاكسكيوشنز اللي بتحصل في الجيت هاب اكشن دي 100% اون توب اوف دوكر، هنشرحها دلوقتي بس هي ما تعتبرش، يعني هما الفكره من الجيت هاب اكشن ان هما مش عاوزينك تستخدم الدوكر دايركتلي، هما عاوزين يكريتوا لاير ابستراكشن لاير فوق الدوكر عشان وتكون ايزي تو يوز من غير ما يبقى عندك اي انفورميشن او اي نوليدج عن الدوكر تقدر تستخدمها. فلازم تحط برضو دي نقطه حلوه، انك انت لازم تحط في دماغك وانت شغال في حاجه زي كده ان دي اون توب اوف دوكر، يعني وانس ان البيلد او وانس الاكسكيوشن دي تخلص كل الانفورميشن اللي فيها المفروض خلاص مش هتبقى موجوده تاني، لو في البيلد اللي بعديها بيبدا من اول وجديد يطلع دوكر كونتينر جديد ويحط فيه انفورميشن جديده. هو انا قلت المعلومه دي عشان احيانا عارف بيحصل مشاكل في البيلد او مشاكل في الكود ساعات، عارف حته مثلا الكاشنج حته هو فين لازم ياخد باله ان هو في الدوكر، هو مش عنده لوكر ولا موجود على جيت هاب، ده هي في دوكر حاجه بره في كونتينر بالظبط كونتينر. طيب جوبس جو جوبس المفروض نعمل ايه؟ هنعمل بيلد. بيلد دي عباره عن ايه؟ بيلد ديت اسم الورك فلو ايتم اللي احنا شغالين عليه، او يعني دي اللي هو ايه ده دلوقتي احنا بنعمل البايب لاين، تمام، فدي اول ستيب في الجوبس بتاعتنا، ممكن تسميها اي اسم، احنا مسمينها بيلد لان دي هتبقى البيلد فيز بتاعتنا، تمام. وبعدين نعمل تحت البيلد رانز اون دي الرانز اون ديت اوبشنال، تمام، هي مش مانداتوري، وظيفتها ايه؟ انك انت تحدد ايه الاوبريتنج سيستم اللي انت عاوز تران عليه، فاحنا حاطين اوبونتو ليتست. تمام اشتغل دلوقتي على اوبونتو دلوقتي. اوبونتو ليتست صح كده؟ صح. بس سيب مسافه بعد الكولون. اوكي تمام، بعدين بقى نحدد الستبس دلوقتي بتاعتنا ايه. طيب خلاص الاول ستيب عندنا ستبس بعدين داش بالظبط لا مسافتين صح. اوكي صح تمام، هنعمل يوزس. تعال نشرح في اليامل لما احنا بنحط الداش كده هو دي معناه ان هو بياخد لستة برضو، تمام، بس انت يعني زي ما عملناه في الديفلوب برانش هنا هوت، تمام، الداش دي معناها لستة، يعني انت ممكن تحط مثلا داش ماستر دي معناه انك انت بتعمل ليست ممكن سينتاكس تاني لليامل برضو لمعلوماتنا،
لان احنا ممكن مثلا نعملها كده اهو ماستر ستيل برضو ستيل فاليد سينتاكس. بس طبعا عشان احنا هرجع اللي انا عملته عشان احنا دلوقتي هنكتب الستبس دي، في ستبس هتبقى فيها مالتي لاينز، فاحنا عشان كده فصلناها بالشرط وكمان عشان الريدابيليتي. تمام. احنا دلوقتي لما اخدنا الايمج عندنا اللي هي اوبونتو ليتس دي، المفروض اول حاجه نعمل في اي ايمج او اي دوكر، لو عندنا دوكر ايمج نتشيك اوت الكود بتاعنا. طيب فاول حاجه هيبقى ايه؟ يوزز هنا يوزز. اوكي يوزز بقى هندلها كولون اكشنز سلاش تشيك اوت. تشيك اوت وهشرح لكم ده بالتفصيل. اد فيرجن 2 اد في 2. طيب تمام. ايه بقى الحته ديت؟ الحته دي بكل بساطه اكشنز ديت اللي هو ايه زي نفس فكره الجيت هاب. انت عندكم في الجيت هاب ايه؟ عندنا البروجكت وبعد كده الريبو. تمام. فهم عاملين كلمه اكشن دي اللي هي الريبو، وطبعا ديت عشان بتاعه جيت هاب فهي خلاص دي اكشنز بتاعه الجيت هاب، وديت البروجكت الاكشنز اللي هي البروجكت، والتشيك اوت اللي هي الريبو اللي تحت البروجكت، وديت الفيرجن بتاعه. بكل بساطه لو انت دخلت دورت على الاكشن تشيك اوت هتتفرج على الريبو والكود بتاعه اللي هو الامبلمنتيشن اللي ما بين الدوكر وما بينك انت اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. تمام. طيب خلاص احنا تقريبا خلصنا النقطه الاولى، تعال ناخد النقطه الثانيه. تاني حاجه هنعملها هنسيت اب الجي دي كي شغل الجافا بتاعنا اللي بنستخدمه، فهنديها يوزز لا نيم يوزز اكشن سيت اب. اوكي فاحنا المفروض الخطوه دي هنديها نيم. تمام. سيت اب جي دي كي 1.8 سيت اب جي دي كي GDK 1.8. تمام. النيم هنا طبعا اوبشنال طبعا، بس فكره النيم هنا ايه؟ ان هنشوف دلوقتي ايه. نعمل يوزز، اعمل يوزز. تمام. احنا المفروض يعمل مسافتين تحتها يوزز اكشنز سلاش سيت اب داش جافا اكشن سيت اب اكشنز داش جافا اد فيرجن 1 اد في 1 واخدين بالكم ان الاكشنز بتاعت الاكشن بتاعت الجافا سيت اب ديت مش محدده الفيرجن لسه، هنحددها في فاريبل دلوقتي. تمام. فبالتالي احنا بنحط لها نيم عشان تبقى ايزي بالنسبه لنا، ما نضطرش ان احنا نقرا الفاريبل دوت مثلا في اللوجز، فبنحط لها نيم عشان تبقى ايه فور ريدابيليتي. طيب هنعمل ايه؟ ويذ. تمام. ومسافتين ونقول له جافا داش فيرجن 1.8 جافا داش فيرجن كولون 1.8. تمام كده. بسبيس بعد الكولون. اوكي. طيب بعدين اخر خطوه احنا كده دلوقتي عملنا تشيك اوت الكود، عملنا سيت اب للجافا. سيت اب جافا دي مش بيسيت اب فقط الجافا اللي هو الجي دي كي، هو كمان بيسيت اب حاجات تانية اللي هو البيلد تولز بتاعتنا اللي هنستخدمها. فهو اوريدي الجيت هاب اكشن دوت عنده مافن ريدي، فاحنا هنستخدمه بس. فهنعمل واحده نيم نسميها بيلد باكج، بيلد باكج ماشي، ونديها ران مسافتين عشان ران. دي بقى بيرن الكوماند. احنا اصلا كنا بنقول ايه المره اللي فاتت لو تفتكروا اخر حلقه مش فاهم شوفها، كنا بنقول له مافن ايه في فاي صح؟ بالظبط. مافن في فاي باكج مافن لا مافن في مافن في فاي بس. اوكي ماشي. مافن ام في ان داش بي داش بي اللي هي الباتش مود عشان ما يبقى نون انتراكشن، لان دوت بترن على سيرفر. طيب احنا تقريبا كده خلاص، تعالى نكميت الكلام دوت ونشوف هيحصل ايه. نتميتهم بوش. انا هعمل كده هنا get commit -m. انا هعمل حاجة عشان بس الناس تبقى شايفة كوبر دي كده. اوكي وعمل كنترول ال اوكي داش ام مثلا هنا سناب شوت ورك فلو سناب شوت او بيزك ورك فلو بيلد ورك فلو مثلا لكن اقوله get push مثلا ماشي. اوكي تمام. لازم نسيت الاب ستريم اوريجين. طيب المفروض هو يبوش ونروح مع بعض على جيت هاب. تمام. اوكي طيب تعالوا نروح هناك بقى على جيت هاب. المفروض دلوقتي انا اهو اوكي هو بيقول لي ان انا عملت بوش دلوقتي، انا اروح على في حاجه اسمها هنا اكشنز.
فانا هكليك على جيت اب اكشنز. المفروض هنا هنلاقي حاجتين, دي السناب شوت بتاعتنا وده اللي هو اد سناب شوت, المفروض ده الكوميت مسج بتاعتي. لو كليكت عليها هو بيقول لي ان هو فيل. تعال نشوف فيلد ليه. احنا هنبص مع بعض كده, ممكن يكون سينتاكس ايشو فهنبص عليها. جوب سيت اب جوب غالبا هي انا عارف ثانية واحدة. اكشن تشيك اوت اكشنز سلاش تشيك اوت اد فيرجن 2. الفيرجن انت مستخدمها ايه؟ في كابيتال؟ لا هي في سمول. الفيس كلها سمول. اوكي فدي التايب اللي عندنا. فنرجع هنا, احنا عاملين هنا دي في كابيتال وفي سمول. طيب في حاجه كمان برضو احنا بس دي اللي هي حته احنا مش المفروض نعدل الريبوزيتوري عشان يماتش الجيت هاب ولا مش دلوقتي؟ نخليها بعدين اللي هي جيت هاب اكشن. اوكي طيب تعالوا نعمل ايه, نطلع هنا تاني وخلونا نحل مشكله نمشي مع بعض كده حاجه. جيت اد هنا, جيت كوميت اش ام هنا, اد سناب شوت ورك فلو فيرجن كوركتد مثلا, نقول له جيت بوش. طيب المفروض دلوقتي ان هو عمل بوش للفيرجن الجديده. تعال نشوف الورك الاكشن بتاعتنا كده. اول واحد فايل, شوف التاني يحصل فيه ايه. طيب نفتح تاني كده البيلد, نفتح البيلد. طيب البيلد هنا اهي لسه بيستوب الجوب. اوكي هو رن اول حاجه الاكشن تشيك اوت تمام, السيت اب الجي دي كي تمام, عمل بيلد للباكج تمام اللي هو مافن رن المافن فيرفايد مافن داش بي فيرفايد تمام والبيلد سكسيد. وبعد كده بوست رن عمل كلين اب وخلاص جوب كومبليت. طب تعالوا نروح بقى ايه, تعالوا نرجع للريبو تاني نشوف ال الباكج. احنا الفيرجن اللي هي اللي احنا عاملينها هنا كام اصلا في في البوم فايل هنا دي 1.35. تعالوا هنا كده نشوف اخر حاجه. احنا اصلا ما عملناش, احنا لسه ما عملناش باكج صح, لسه ما عملناش ديبلوي صح. احنا ما عملناش, احنا لسه ما عملناش ديبلوي, احنا بس عملنا باكج للفيرجن. طيب المفروض الخطوه اللي بعدها نعمل ايه, نعمل جوب deploy. جديده, نعمل جوب جديده تعمل ال الديبلوي. فاحنا عاملين ايه, هننزل دي كده شويه ونعمل جوب جديده. ممكن ناخد دي زي ما هي صح, احنا هنكوبي كل الجوب هي لا بيلد من اول بيلد او بيلد الجوب صح, ناخد من اول الجوبس ونعمل كده. في لاين هنا مش ازمه, يبقى تمام كل حاجه. احنا اللي هنعدله هو ايه, هنسمي بدل بيلد هنسميه ديبلوي عشان ما يبقاش فيه دوبليكيشن. ديبلوي باكج, وهنا بدل مافن داش بي داش بي فيرفاي هتبقى مافن ديبلوي صح, مافن ديبلوي صح, مافن داش بي ديبلوي مافن داش بي تمام ديبلوي. بس غير ال بعد كده هنروح بقى ثانية واحدة, غير بس البيلد دي خليها ديبلوي. اوكي ماشي ديبلوي. طيب دلوقتي احنا لو عملنا ديبلوي هيفايل هيفالير. تعال نخليه فايل ونشوف مع بعض ولا ايه؟ ماشي تعال نخليه فايل ونعرف الايشو ايه ونصلحها. هو انا مش بنجم عشان عرفت ان هو هيفايل, بس عشان المشكلة دي حصلت معايا قبل كده ف فافتح. طيب هنا احنا هنقول ايه, ورك فلو ماشي ديبلوي ماشي. طيب بعد كده جيت بوش. طيب احنا زي ما قلنا اكسبكت ان هو يفايل, ويفايل ليه هنشوف مع بعض وهنشوف مع بعض اللوكس. تمام نوع الاكشنز هنا الاد سناب شوت ديبلوي البيلد, هو في بيلد وفي ديبلوي. هنروح عند ديبلوي اللي هي النيم الثاني السيبس الثاني بتاعتنا عشان دي اللي احنا عارفين المفروض ان الديبلوي احنا اكسبكتد ان هو يفيل صح؟ بالزبط. حلو جدا الحمد لله الاكسبكتيشن جت مظبوطه. طيب هنا اهوت احنا لما جينا بصينا على اللوجز هنا ماشي, اللوجز هنا الايشو ايه؟ هنا قلنا اللي هي فيل تو ريتريف ريموت ميتا داتا من الريبو بتاعنا. طيب المشكله هنا ايه؟ اصلا لو جينا بصينا المشكله هنا ايه؟ المشكله ان اوثرايزد, خلينا نقول ان هي ان اوثرايزد تحت فور ان اوثرايزد تمام. فهو ما عرفش ولا يريتريف انفورميشن ولا يببلش انفورميشن تمام.
طيب الموضوع ده بكل بساطة يعني ايه الفكرة بتاعته؟ عشان تعمل مافن ديبلوي انت محتاج تكون عندك ديستريبيوشن مانجمنت، تمام؟ احنا حاطين الديستريبيوشن مانجمنت وفاكرين السيرفر اي دي اللي احنا سطبناه المرة اللي فاتت لوكالي وعملنا سيتنج دوت اكس ام ال لوكالي، هي دي التركة. احنا دلوقتي هنا ما عندناش سيتنج دوت اكس ام ال، الجيت هاب اكشنز بي اوتو جنريت السيتنج دوت اكس ام ال بس مش بيحط انفورميشن في سيتنج دوت اكس ام ال الا لو انت عملتها كونفيجريشن. طب ايه الانفورميشن اللي احنا محتاجها؟ هو تقريبا بيحط كل حاجه ما عدا الباسورد او التوكن، تمام؟ انت ممكن تلوج ان في الجيت هاب بتوكن او بباسورد، تمام؟ لو انت بتستخدم الاي بي اي على الجيت هاب بتستخدم التوكن. فكل اللي احنا هنعمله هنروح للجوبايه للديبلوي جوب اللي احنا كريتناها وهنديله انفايرمنت فاريبل اسمها جيت هاب توكن، هيستخدمها ان هو انجكتها جوه السيتنج دوت اكس ام ال اللي هو بيوتو جنريته، تمام؟ عشان يحصل سكسسفول ديبلوي. وهنفتح الفول لوج دلوقتي وهنشوف الخطوه اللي هو بيجنريت فيها السيتنج دوت اكس ام ال. يلا بينا نرجع تاني هنا نزود انف. اوكي هنا المفروض تبقى خطوتين صح؟ تحت لا الانف زي الرن دايران. اوكي وبعد كده ونديها نديها تحتيها البرومبت بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ جيت على طول اكتب كي فاليو جيت، لا مش في السطر اللي تحتيه سوري. اوكي لا بالظبط انا مش عارف. اوكي جيت هاب كلها كابيتال طبعا جيت هاب اندرسكور توكن توكن كولون توكن كده غلط توكن صح؟ كولون بعد كده دولار دولار دبل والسيكريتس سيكريتس دوت جيت هاب توكن اندرسكور توكن. طيب ايه فكره سيكريتس دي؟ البايب لاين ده لما بيستارت جيت هاب بيكسبورت شويه فاريبلز تحت بند سيكريتس، تمام؟ زي مثلا جيت هاب اكتور جيت هاب توكن جيت هاب ورك فلو سوري ورك سبيس تقريبا او ورك فلو اي دي، تمام؟ موجودين كلها في الدوكيومنتيشن، احنا مش محتاجين منهم غير التوكن، فعشان ناخدها فبنعمل سيكريتس دوت جيت هاب توكن، تمام؟ طيب هياخد الفاليو دي ايفالويتها ويحطها جوه ايه؟ يحطها جوه الجيت هاب توكن. الجيت هاب توكن دي هتبقى هتستخدم فين؟ هتستخدم جوه السيتنج دوت اكس ام ال. طيب لو احنا خلصنا يلا اوكي هنا اهوت تعال هنا نقول له هنا جيت اد جيت كوميت هنا جيت ديبلوي توكن توكن وجيت بوش. تعال نشوف كده المفروض ان هو هنا. نرجع تاني نشوف الورك فلو المفروض هنا يبقى في عندنا ورك فلو جديد هيظهر دلوقتي اهو. هنروح على الديبلوي في هنا احنا ممكن نفتح ال لسه لما الجوبات تخلص كلها. اوكي اوكي فور زيرو وان اوثورايزد ان اوثورايزد دي اللي هي الحته بتاعت الجيت هاب في الديستريبيوشن. هو لسه مش هادي اجابه. تعال نشوف كده فيو فور لوج رو لوج. طيب تعالى بقى طيب اوكي هنا هو فعلا راح هنا للريبوزيتوري اخد التوكن اخد الاس اتش لا سيرش فور سيتنجز اوف اكس ام ال سيتنجز بالظبط اكس ام ال اهو كرييتنج. واخدين بالكم هنا اللوج بيقول ايه؟ كرييتنج سيتنجز دوت اكس ام ال فور سيرفر اي دي جيت هاب. فور السيرفر بتاعنا على اللوكال مش جيت هاب. لو بالزبط. رحنا هنا على اللوكال عندنا احنا صغر دي تاني اوكي والبوم دوت اكس ام ال نروح على البوم دوت اكس ام ال. واحنا هنا عندنا ايه؟ عندنا جيت هاب اي دي السيرفر هنا اي دي بص اي دي هنا اسمه. لا تعال نفكرهم بالمصطلح. فاكرين الديستريبيوشن مانجر كانت ايه؟ كانت الاب ستريم اللي هو تطلع لفوق والريبوزيتوريز الداون ستريم. عشان يعرف ييفالويت الاب ستريم والداون ستريم السيرفر اي دي لازم يكون فاليد، اذروايز السيتنج دوت اكس ام ال السيرفر كريدنشال مش هتبقى فاليد.
وهو الجيت هاب باي ديفولت، يعني الجيت هاب باي ديفولت بيكريت اللي هو السيرفر بيسميه جيت هاب سيرفر. تعال نرجع تاني لو جينا شفنا اللوجز هنا مع بعض، احنا لقينا هنا عامل ايه، هو قايل لك ايه كرييتنج سيتنج دوت اكس ام ال والسيرفر اي داش اي دي ايكوال ايه جيت هاب. انا اصلا كنت حاطط له على اللوكال ايه اللي هو السيرفر القديم بتاعي اللي كنت شغال على اللوكال، حلو، والانفايرمنت فاريبلز تعالى جيت هاب اكتر اللي هو اليوزر نيم والتوكن اللي احنا بصيناه له تحت في الانفايرمنت. طيب احنا دلوقتي عدلنا الجيت هاب ايه، احنا عدلنا دلوقتي البوم فايل صح. طيب تعالوا هنا نرجع هنا تاني صح كده، ونروح عاملين كنترول ال ونرجع جيت اد جيت كوميت داش ام ماشي، وهنا نقوله ويز توكن هنا ويز هنا هنا لا ماشي اوكي جيت ديبلوي ويز بوم موتيف اوكي اي دي اي دي ماشي اوكي. وانا اذا جيت انا مش عارف عدلت فيها دي، ثانيه واحده جيت ستيتس اللي حاصل، ثانيه واحده انا سيفت اهو سيفت جيت اد اتم جيت اد اوكي جيت اد اوكي جيت اد ستيتس اوكي مش قادر اشوفها والله في شو غلط، ثانية واحدة لقيتهم جابوهم فايل تاني اهو هنا في تعديل اهو اهو ودي مش عارف يقرا ثانية واحدة وهو واقف هنا لا ثانية واحدة احنا بس نسكر حاجة واقفين ما ينفعش تستخدم جيت اد دوت وانت جوه السب تشايلد اوكي جيت اد كده جيت بالظبط تعال نشوف الستس كده كده تمام. تعال نديله نفس الكومنت مسج هنا ونقول له جيت وش هو صعبت ليه ما نورتش احمر اخضر هنا عشان انا بركز على الالوان. طيب نرجع بقى تاني لل للاكشنز الاكشنز بتاعتنا رحنا هنا للاكشنز ماشي رحنا هنا للاد سناب شوت ورك فلو ديبلوي والسيرفر اي دي احنا اكسبكت المفروض يشتغل. لو جينا بصينا كده هو لسه ما بداش يشتغل، طبعا ممكن تكنسل ورك فلو او في حاجه بس كده بيلد خلصت. المفروض دلوقتي نشوف الديبلوي تبدا، هاي الديبلوي تبدا بدلتي بالمناسبة دي بتاخد وقت لانه بيكريت دوكر كونتينر جديد عشان يران في الديبلوي فيز او جوب بس يعني متطولش كده تفتكر هي واحد كده تعال نفش كده لا عادي ممكن يكون مفيش رانرز يا جيت هاب عندوش رانرز دي حاجة قوية جدا. لما تفتح الفول لوج هتلاقي في بداية الفول لوج بيقول لك هتلاقي في الفول لوج خلينا لما الجوب دي تخلص نفتح اللوج ونشوف في اول سطور وهو مستني الرانرز. افتح في افتح الفول لوج في البيلد او لا خلاص دي هتبدا واهو ادي سيت اب جوب الجي دي كي ديبلوينج تعال نتفرج مش هنلحق عشان بيجي بسرعه كمان خلص عايزين نبص بيلد سكسس بوست. طيب تعال نشوف الفول لوج الفول لوج حلو دي حلو عشان الناس تعرف ان هو الاندرلاين فيو فول لوج هتلاقي في اللوج في الاول اهو شايف ريكويست ا رانر تو ذي جوب كانت فايند اني اونلاين اند ايديال سيلف هوستد رانر كانت فايند اني اونلاين برضو اون سيلف هوستد كانت فاوند اونلاين اند ايديال هوستد رانر ان كانت. تعال نشوف التايم ستامب ما بين الاول والثاني قد ايه. لا من اول فايند من هنا 41 و30 بس مش هو اخذ اكتر بس يمكن اللوجز دي اخذ اكتر من 30 ثانيه تقريبا يعني. طيب نرجع هنا لا اهو ارجع ثاني معلش ارجع ثاني 42 لما بدا فينيشنج ريكويست رانر كانت 42 لما كرنت رانر فيرجن 42 قعد تقريبا دقيقه كامله. طيب احنا هنرجع هنا عايزين نشوف حاجه مع بعض. احنا المفروض دلوقتي بعد ما عملنا بيلد وعملنا ديبلوي عملنا فيرفاي الاول اللي هي البيلد بعد كده عملنا ايه ديبلوي اللي هو اخد المفروض اللي هو دوت بي او ام فايل بتاعنا الباكج فنروح هنا في الباكج بتاعتنا
فوت بقى عندنا في فيرجن جديد اللي هي 35 وفعليا دي اهي ولسه اتابلود دلوقتي حتى شفنا وسناب شوتس عشان احنا بنطلع بالظبط. تمام طيب دلوقتي احنا عملنا السناب شوت, ايه المرحله بعدها؟ ان احنا نعمل ريليز عن طريق الماستر زي ما قلنا. طيب فهنعمل ايه؟ هنروح على اللي هو هنقول جيت هاب, جيت هاب ماشي, ورك فلوز, ونقوله مثلا تاتش نسميه ريليز مثلا ريليز دوت يامل, صح يامل كده باي باي ذا واي انت صح انت مش لازم تسميها يامل واي ام ال, لو سميتها واي ام ال ده برضو اكسبتد سينتاكس وهتشتغل عادي. انا عارف ان في ناس بتتلخبط وانا نفسي بتلخبط, فهاخد ده كله كوي بيست واحطه هنا تاني. بس هنعمل تعديلات. اول حاجه هنا هنسميه ريليز, صح بالظبط ريليز اوكي, وهنا نبقى على الماستر صح بالظبط, وهيبقى اون بوش برضه. او اول خطوه بتاعت الباكج دي بتاعت البيلد باكج اللي هو دي لازم تفضل زي ما هي, لان انت هتبيلد هتفيريفاي هترن هتعمل حتى فيريفاي وهترن اليونت تيست بتاعتك لو كان في يونت تيست. طبعا ده البيرنت ما فيهوش, بس انا بتكلم عشان التشايلد, ان انتوا هتعملوا ده از ان اساينمنت. تمام ف هترن كل البايب لاين طبيعي ولازم البايب لاين ايه سكسيد معاك. طب بعد ما يحصل كده هنعمل ايه؟ هنعمل ريليز بالظبط, هنعمل جوبايه جديده اللي هي ريليز. انت خدتش بالكوا هي دي كانت ديبلوي من الجوب اللي فاتت, فانا عدلتها سميتها ده اسم بس ريليز. وهنيجي عند المافن كوماند هنا, احنا ما فات زي ما شفنا احنا كنا ديبلوي بديبلوي فيرجن زي ما هي ريليز, شرحنا ريليز ستاتش, بص على فيديو فيلم عشان نعيد الكلام تاني عشان نختصر وقت. فهنعمل ايه؟ هنعمل ريليز. ريليز ايه عندنا؟ ريليز بريبير وريليز بيرفورم وريليز بيرفورم. طيب وسمي ديبلوي باكج ريليز باكج. اوكي هنا ريليز باكج. طيب تمام, هو في بقى هنا بس تعديل صغير عشان ولا نخليها تفيل ونقول لهم ما تفيل ليه؟ عشان مش تعال طيب مش مشكله عشان بس نقطه الوقت لا طب خلاص نصلحها دلوقتي. طيب هو الموضوع ببساطه ان احنا محتاجين ندي للي هو احنا بس مش عاوزين, انا اسف المقاطعه, مش عاوزين بس الحلقه تطول عليكم. وطبعا زي ما احنا قلنا لو انت حسيت ان الكلام يعني انت عارفه جاي خلي السرعه 2 3 يعني انجز الحلقه, انت مش هيطلع في حاجه حاسس ان لا انت جديد عليك ممكن تبطئها شويه, هنحاول نختصر قد ما نقدر يعني. طب انا هشرح بس حاجه برضو لها علاقه باليامل سينتاكس. ان دلوقتي لما تعوز تكسكيوت كذا سطر في نفس الوقت تمام, يعني تبعت مالتي لاينز تمام, بتعمل ايه؟ بتعمل بايب, انا هعملها, بتعمل بايب وبعدين بتدوس انتر تمام, وبعد كده بتروح رزع الكود بتاعك كله تمام, ورا سطور ورا بعض تمام. بس دي كانت معلومه ازاي تكسكيوت مالتي لاين. طب بناخد مسافتين صح؟ مسافتين طبعا. طيب اوكي المسافتين بس خليك اللي احنا هنعمله قبل المافن كوماند, فالسطر ده شيله, لا السطر الزياده ده الهوا ده شيله ده اللي تقاو. بس فوقيها بقى فوق دي هنعمل ايه بقى؟ قول انت هنعمل ايه. طيب هو احنا هندي اللي هو المافن او اللي هو الجيت هاب ايميج, هنعمله كونفيجر للجيت كونفيج اللي هي الايميل واليوزر نيم, هي دمي يعني ممكن تديهم اي يوزر نيم او ايميل عشان هو بيستخدمها في الكوميت وهو بيكوميت اصلا صح بالظبط. هي الفكره بكل بساطه على الموضوع ده, موضوع جيت ملوش علاقه برضو بالمافن, ملوش علاقه بالجيت هاب اكشن, ملوش علاقه باي حاجه. لو انت عندك الجيت, احنا قلنا ايه مصطفى قال لنا ايه؟ ان احنا شغالين جوه كونتينر, يعني كل مره الكونتينر بيرن حتى لو هو جافا وكل حاجه هو كونتينر نظيف كلين تمام. فاي اي جهاز جديد وانت عاوز تعمل جيت بوش هيقول لك حط لي الكونفيجر الايميل وكونفيجر اليوزر نيم عشان يظهر في الكوميتس بتاعتك تمام. فلو انت دلوقتي عملت كوميت هيفيل, هيقول لك انت ما حطيتليش ايميل وما حطيتليش يوزر نيم تمام. فكل اللي هنعمله هنعمل جيت كونفيج في براكتس ان احنا لا ما نسميهاش مصطفى يا عم, سميها ريليز ولا حاجه ريليز @github.com تمام. هو مش يعني مش فرق تسميه مش اي, هو اي ميل اصلا صح اي حاجه ومش لازم يكون فاليد ميل. بس الفكره يعني انا يعني اقول لكم ايه, خلينا نسموها مثلا ريليز ولا حاجه عشان تقدر تفرق الريليز كوميتس بتاعتك او بوشز بتاعتك عن الكوميتس العاديه اللي انت عاملها باليوزر بتاعك. حتى ممكن مش نسمي مين اللي مين مثلا ريليز ريليز برضه
ريليز. اوكي صح تمام، يبقى ريليز يوزر والريليز والريليز جيت هاب ايميل يوزر نيم. اه ثانيه واحده هبص بصه. طيب اوكي طيب احنا كده تقريبا خلصنا. تعالى نكميت ونبوش الكلام ده ونقول للناس ايه اللي احنا متوقعينه. طيب هو احنا خد بالكم اه طب مش تعالوا الاول ايه نبوش وكان نقول ايه خد بالنا دي بس احنا نبوش. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنا هوت جيت اد جيت كوم اد داش ام اد ريليز ورك فلو وجيت بوش صح كده. طيب احنا متوقعين اللي يحصل ان التعديل عملنا ده مش هيؤثر على اي حاجه بالظبط. سواء منطقية منطقية لان انا عملت الكلام ده على ايه؟ لو جينا بصينا بعض على الاون على الماستر كده شفنا فوق كده عدلت تعديل هنا البرانشز ماستر صح بالزبط. فبالتالي انا ما تاتشتش الماستر فيحصل تعديل يحصل ايه هنا؟ نلاقي ان الديفلوب برانش اللي هي السناب شوت بيلد هتبلد عادي وجينا عند الاكشن هنا نلاقي ان اللي بيبلد هو السناب شوت تمام. طيب امتى الماستر هيشتغل؟ لما تمرج في الماستر. منطق جدا. فانا او تبوش دايركتلي على الماستر اللي هو مفتوح. خدوا بالكم في الاورجنايزيشنز على الاغلب الماستر برانش بيبقى لوجد وفي بعض الناس او اونلي بس السي اي سي دي يوزر هو اللي عنده بيرميشن ان هو يمرج الكود على الماستر. تمام فانا هاجي هنا عملت بول ريكويست هو قال لي ان هي باست كل حاجه. افتح جو اول تشيكس انا بحب افتحها دايما ابص ايه اللي حصل فهنشوف ان حصل تو تشيكس بيلد وديبلوي. تمام فانا هعمل ودي فكره الجوبس اللي احنا عندنا قسمنا ليه قسمنا الجو ليه. انا برضو سالت ده السؤال ده قبل كده ليه ما نحطوش كلها مره واحده في مكان واحد اللي هو الاكسكيوشنز اللي هو البيلد والديبلوي وكل حاجه والتست وكل حاجه في حته واحده. لا افضل يكون عندك تشيكس سيبريتد هتكون كل واحده طالعه لوحديها في الميرج ريكويست شكلها شيك تعرف ايه تقدر تفرق ايه اللي حصل. برضو اهتموا بالاسماء سموا الاسماء مينينجفول وقصيره. طيب تمام. احنا دلوقتي لما عملنا ميرج حصل ايه؟ قال لك هنا ان في ميرج بول ريكويست اللي هي الميرج مسج فعليا اتحطت عملنا كده ظهر لنا هنا ايه الاول ريليز ورك فلو. طيب عملنا ريليز ورك فلو عملنا هنا كليك ماشي عشان نشوف ده عمل اول حاجه البيلد. احنا كان عندنا تو ستيبس الاولى البيلد هي زي اللي فاتت الثانيه هي ايه هي ريليز. تعال نشوف كده البيلد خلصت نشوف الريليز هو بيعمل ايه. هو وصل للجي دي كي اللي هو الانستليشن المفروض ان هو عمل الريليز باكج وخلص الريليز باكج ماشي وحط اللي هو اليوزر نيم زي ما قلت لكم الفيك اللي احنا عاملينه ده وبعد كده هنا البوست ران خلص. طيب لو جينا هنا تاني بقى للباكجز هنلاقي المفروض نلاقي فيرجن 1.35 من غير سناب شوت بالظبط كده اللوجيك ده منطقي. طبعا انت بقى في الشغل بتاعك حسب بقى عندك 1 برانش 2 برانش. احنا ممكن نقول اكزامبل مثلا ممكن اكزامبل مثلا احنا عندنا حته مثلا انت عندك ترانك بيز عندك ديفلوب وعندك ماستر زي عندنا هنا كده فالناس تبدا تبوش دايما على الديفلوب وبعد كده كل فتره عاملين ميرج ريكويست على الماستر. ايه تاني ممكن ايه الاستراتيجي التانيه الناس تعمل زي الفيتشر مثلا كان يعني ايه اللي بيحصل فيها باختصار كده؟ هو زي ما قلنا الترانك بيزد بتبوش على طول مثلا في بتتفقوا ان الديفلوبمنت برانش هو الديفلوبمنت برانش بتبوش عليه بيطلع سناب شوتس تمرج للماستر بتريليز تمام. في بقى البرانش بيزد اللي هو مثلا البرانش باي فيتشر فاي فيتشر انت بتشتغل عليها بتطلعها في برانش لوحده لما الفيتشر دي بتخلص بتعمل ميرج ريكوست على الديفلوب برانش تمام وبتمرجع على الديفلوب برانش والباقي كله زي اللي احنا شرحناه من شويه زي الترانك بيزد ما فرقتش خالص. سواء الفليفر دوت او الفليفر ده انا شايف ان في الورك فلو بتاعك الاثنين هيبقى واحد. يمكن التعديل الوحيد اللي انت ممكن تعمله انك انت ممكن تزود ورك فلو تاني بس ده مش هيبقى سناب شوت ومش هيبقى ريليز ورك فلو ده هيبقى مثلا ديفلوبمنت ورك فلو مش هيطلع مش هيديبلوي ارتيفاكتس خالص هيبيلد بس الكود عشان تتاكد ان البرانش اللي انت شغال عليه في الفيتشر بتاعتك بيبيلد الكود فاليد ما التست بتاعك من التست شغاله الانتجريشن تيست شغاله وبس ومفيش اكتر من كده مش هتعمل حاجه اكتر من كده. طيب نقول حاجتين كده قبل ما نختم. اول حاجه ان في اكشنز كتير جدا ممكن تبص عليها بص على الدوكيومنتيشن في اكشنز كتير جدا كل واحد الورك بتاعه فيك محتاج كاستمايزيشن بص عليه وتشوف انت محتاج فيه ايه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه زي ما قلنا ان الكلام ده احنا عملناه بتاع البيرنت اللي تشايلد نفس الكلام خد يعني اعمل التاسك دي خد الكود اللي عملناه في البيرنت اعمل في التشايلد شوف هيشتغل معاك ولا لا واكتب لنا لو عندك اي تعليقات. احنا كده خلصنا السايكل بتاعه الاس دي ال سي اوفرول وزي ما قلنا الكلام ده يتعمل على سكارت يتعمل على مافن اي حاجه جي دي كي او شغاله بتشتغل يعني على الجافا
هتشتغل معاك يعني عندك بروجكت جافا اعتقد هيرن على نفس الكلام بتاع السكالا من غير اي تعديل. هو اصلا كل حاجه عملناها البايبلاين دوت اللي احنا شرحناه وكل الورك فلوز اللي احنا شرحناه النهارده ملهاش علاقه بالسكالا, ما فيهاش اصلا سكالا خالص, ده بيور مافن. فلو انت شغال جافا شغال سكالا شغال اي حاجه بتستخدم مافن هو ده الورك فلو بتاعك المفروض. طيب اكتبوا لنا كومنتات كله عايزين ان احنا دلوقتي جاوبنا جيت هاب اكشنز. طبعا في بيلد تول ثاني, في تولز ثانيه للورك فلو اوتوميشن زي جيت لاب, جينكنز, اي كان الاذر سي اي سي دي ورك فلو اوتوميشن اكتبوا لنا عايزين تشوفوها. ولو عندك اي تعليقات اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا هنحاول ان شاء الله نعرضها في الحلقات الجايه ان شاء الله. او ممكن لو عندكم كومبلكس يوز كيس للسي اي سي دي, فعلا لو في كومبلكس يوز كيس احنا ممكن نستخدمها في البيج داتا دي. ممكن نعمل ديمو ليها ان شاء الله قريب. ان شاء الله. طيب نشوفكم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم.